مشكلة تحدب الرقبة من الخلف أو الدهون اللي خلف الرقبة أو تقوس الرقبة من الخلف أو سناب الرقبة من المشاكل المهمة جدا اللي كتير مننا بيتعرض لها وبيبقى عايز يتخلص منها بأسرع الطريقة. الفيديو ده هقدم لك حلول بسيطة جدا وتمارين هايلة هتعالج لك بإذن الله مشكلة تحدب الرقبة أو دهون خلف الرقبة أو سنام الرقبة. تابع معانا الفيديو الآخر علشان تعرف التمارين دي بأبسط وأسهل الطرق. ما تنساش لو اول مره تشوفنا في القناه واول مره تزورنا ما تنساش تفعل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد واشعار بكل حلقه. تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لاكبر عدد من الناس وتعمل شير عشان اكبر عدد من الناس يشوف الحلقه ويستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمه جدا لصحتنا هتكلم فيها النهارده عن مشكله الدهون اللي بتبقى خلف الرقبه او خلف العنق او بيسموها ساعات تحدب الرقبه من الخلف او بروز الرقبه من الخلف او سنام الرقبه. ودي مشكله كتير مننا بيعاني منها. مشكله تحدب الرقبه او بروز الرقبه من الخلف هي بتبقى عباره عن بروز في منطقه الرقبه عند التقاء او عند تقابل الفقرات العنقيه مع الفقرات الصدريه. في المنطقة دي بيبدأ تلاقي فيه تحدب أو بروز في المنطقة اللي هي في الرقبة من ورا دي، نتوء خلفي كده، بيبقى فيه ساعات بعض الرواسب الدهنية بتتجمع برضو من السمنة. اتكلمنا عن أسباب مشكلة تحدب الرقبة أو بروز الرقبة من الخلف أو الدهون خلف الرقبة. أول سبب مهم جدا لازم نعرفه الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة في أوضاع خاطئة. أحيانا واحنا جالسين أو قاعدين قدام الكمبيوتر أو ماسكين اللابتوب ماسكين الموبايل بنتفرج على التلفزيون، وبعدين تانيين رقبتنا وتانيين كمان الكتف وكمان تانيين الظهر بأوضاع خاطئة، وده بيؤثر على مشكلة الرقبة وبيؤدي إلى بروز الرقبة من الخلف وتجمع برضو الدهون خلف الرقبة أو الوقوف فترات طويلة. تانية الظهر كتير بنوطي كتير برضو من الأسباب المهمة جدا أو الأوضاع الخاطئة اللي بتؤثر على الرقبة وتسبب بروز خلف الرقبة. تاني سبب مهم جدا لازم ناخد بالنا منه السمنة وزيادة الوزن وعدم تنظيم الأكل بيؤدي إلى تجمع الدهون خلف الرقبة. وتالت سبب مهم جدا زيادة إفراز الجسم الهرمون اسمه الكورتيزول بتفرزه الغدة الكظرية، بيتسمى زيادة إفرازه حاجة اسمها متلازمة الكوشنج، ودي مهمة جدا لازم نعرفها، بتسبب تجمع الدهون خلف الرقبة بدرجة كبيرة جدا وبتعمل بروز خلف الرقبة. ورابع سبب مهم جدا استخدام بعض الأدوية اللي بتعالج الالتهابات بدرجة كبيرة جدا زي الكورتيزون اللي بيعالج الالتهابات، بنؤدي الى استخدامه لفترات طويلة الى تجمع الدهون خلف الرقبة. وخامس سبب مهم جدا بعض الاورام السرطانية سادس سبب مهم جدا كمان هو هشاشة العظام ونقص الكالسيوم في العظام وضعف العظام بيؤدي الى بروز الرقبة من الخلف وتجمع برضو الدهون خلف الرقبة. ودي من الاسباب المهمة جدا اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ونعرفها ونحسنها علشان نتغلب على مشكلة دهون خلف الرقبة وبروز الخلف الرقبة. اول تمرين مهم جدا لازم ناخد بالنا منه ونعمله عشان نتغلب على مشكلة بروز الرقبة من الخلف او مشكلة تجمع الدهون خلف الرقبة مهم جدا نبدأ نعمله، هنطول العضلات اللي خلف الرقبة، لان العضلات دي اما بيحصل بروز للرقبة من قدام وبتبدأ الرقبة تبرز من قدام بالشكل ده تبدأ العضلات دي تقصر، عايزين نبدأ نطولها واحنا واقفين كده عادي خالص، بنجيب دقننا بندخلها جوه صدرنا كده بالشكل ده، يعني الرقبة هي المفروض هي عاملة كده بالظبط، احنا هنبدأ ناخد دقننا دي وندخلها في الصدر وبنثبت في الوضع ده 10 ثواني وبعدين بنريح. والتمرين اللي انا بدخل دقني في صدري ده بكرره برضو من 3 لـ5 مرات، كل مرة بثبت 10 ثواني وببدأ اريح. التمرين التاني مهم جدا برضو هنعمل اطالة بسيطة للعضلات المحيطة بالرقبة زي عضلة الترابيزيوس ماسل، هنبدأ ناخد كده رقبتنا بالشكل ده ونميلها ناحية كتفنا وبنثبت في الوضع ده 10 ثواني برضو، بحس بشد في المنطقة دي خالص، اول ما بحس الشد برضو باخد نفس وبخرجه عادي وثابت 10 ثواني وبعدين بريح. بعد كده ببدأ اخد الجزء الثاني من الرقبة وبعمل برضو الجزء ده بميل رقبتي ناحية كتفي وبثبت اول ما بحس بالشد لمدة 10 ثواني برضو كده جامد 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 وبعدين بريح. والتمرين بتاع الاطالة ده اللي هو اللي احنا عملناه من شوية بكرره برضو من 3 لـ5 مرات، كل مرة بثبت 10 ثواني وبريح. وطبعا مهم جدا لازم نعرف مصاحب مع بروز الرقبة من الخلف، اما الرقبة بتبرز من الخلف برضو والمشكلة دي اما بتزيد بتبدأ برضو بتأثر على الكتف، الكتف ساعات بيبقى راوند شولدر، الكتف واخد دايرة او شكل نص دايرة لجوه، وكمان عضلات الصدر بتبقى عليها شد، فمهم جدا نفك برضو الشد اللي حوالين الصدر والكتف. بقف في زاوية زي الكورنر هنا، بحط ايدي بالشكل ده وايدي بالشكل ده
ببدأ اخد الوضع ده وانا فارد جسمي وفارد ظهري، وثبت ايدي على الجزء اللي في الحيطة من الناحية دي وايدي التانية على الجزء في الحيطة من الناحية دي، وببدأ ازق جسمي ناحية الكورنر او ناحية الزاوية، وببدأ اشد جسمي كده بالشكل ده، وبثبت 10 ثواني وبريح. ممكن اعمل برضو تمرين زيه برضو، بس بدل ما بحط ايدي على شكل الحرف التي ده، ببدأ اخدها في شكل الحرف الفي، وابدأ احط ايدي في الكورنر، ايدي عند الكورنر هنا وايدي التانية عند الكورنر التاني، وابدأ ازق جسمي كله ناحية قدام. بحس بشد ناحية العضلات بتاعة الصدر في التمرينين مع بعض، يعني التمرين اللي عملناه في الاول والتاني بحس بالشد فيهم، بس 10 ثواني اما بحس بالشد وبعدين بريح. والتمرين الرابع المهم جدا تقوية العضلات المحيطة بالرقبة من الخلف، السب اوكسيبيتال ماسل في الجزء ده، ببدأ اقويها بتمارين بسيطة جدا وسهلة اقدر اعملها في البيت في المكتب في اي مكان. هبدأ اقوي العضلة دي، ببدأ بطريقة بسيطة وسهلة، بجيب فوطة عادية خالص، فوطة عادية خالص، ببدأ الف الفوطة وادورها بالشكل ده كده، باخدها بشكل رول كده واحطها ورا راسي، وابدا ازق راسي بالفوطه لقدام، وفي نفس الوقت راسي بتقاوم الفوطه وبتزق لورا، واول ما بزق الفوطه لورا جامد بثبت 10 ثواني وبريح. ممكن نعمله بطريقه تانية، ممكن اجيب ايدي الاثنين بحطها ورا راسي بالشكل ده، وبرده بزق راسي سنه لقدام كده بايدي الاثنين، بزق راسي لقدام، وبعد كده راسي بتقاوم ايدي وبتزق لورا، وبثبت 10 ثواني واريح. بعد وابدا اكرر التمرين ده برده من 3 لـ5 مرات، كل مره بثبت 10 ثواني في الوضع وانا ماسك الفوطه او ماسك بايدي من ورا، وببدا اثبت فيه 10 ثواني وببدا اريح. والتمرين الاخير معانا في الحلقه باذن الله، وانا واقف الحيطه ورايا، ببدا احط راسي على الحيطه، اسند راسي على الحيطه، وكتافي الاثنين، وكمان لوح الكتف يعني منطقه الرقبه كمان دي ساند على الحيطة، ومنطقة الكتاب دي من ورا لازقة على الحيطة، ولوح الكتف من هنا لازق على الحيطة في الناحيتين. ببدأ أقف بالشكل ده كده، رقبتي وكتافي الاتنين ولوح الكتف كل ده لازق في الحيطة، ببدأ أزق الحيطة براسي من ورا، وكمان كتافي جامد ولوح الكتف، وابدأ أشد جامد كده، بزق الحيطة بجسمي خالص ونشف جسمي ورقبتي برضو، وداني ما تبقاش بارزة لقدام، مدخلها شوية صدري بالشكل ده، وثابت في الوضع ده 10 ثواني وبعد كده بريح. نصايح مهمة جدا، لازم اخد بالي اثناء الجلوس والوقوف، ما اقعدش بطريقة خطأ، يعني ما اقعدش دايما وانا تاني رقبتي وظهري بالشكل ده ورقبتي متنية وظهري متنية، وانا بتفرج على التلفزيون دايما ابقى قاعد فارد صدري وفارد ظهري وفارد رقبتي، وبرده كمان اما اجي امسك الموبايل ما بقاش ماسكه وموطي قوي كده، لا حطه قدامي وماسكه كده، ماسكه وعمال اتفرج عليه وانا رقبتي مفرودة، ما بقاش دايما تاني رقبتي وتاني كتافي ومتخلي كتافي على شكل دايرة، ودي اوضاع خاطئة، لازم اصحح اوضاع جسمي، فارد ظهري فارد صدري دايما، وانا قاعد قدام الكمبيوتر تبقى الشاشة قدام عيني بحيث اشوفها، ما بقاش الشاشة واطية وانا بحاول ابدا ابص عليها واقعد اوطي رقبتي، لا الشاشة تبقى قدامي. برضو احاول اعلي الترابيزة لو الترابيزة واطية، اقعد على كرسي مريح للعمود الفقري، ما بقاش الكرسي ظهره قصير، لا الكرسي يبقى ظهره كبير وبيبقى ليه مسند، لان ده كله هيقلل مشكلة بروز الرقبة. النصيحة التانية المهمة جدا، قدر المستطاع اثناء الوقوف لازم اخد وضع صحي سليم، دايما رقبتي دايما تكون بين كتافي وبين صدري في النص ده بالشكل ده، ما تبقاش رقبتي مفروده لقدام او منحنيه جامد لقدام كده، دايما كتفي مفرود، دايما صدري لقدام، دايما ظهري مفرود وانا ماشي، صدري مفرود، كتافي لورا، شادد ظهري وشادد عضلات بطني، وخلي رقبتي في النص وببدا امشي واتحرك. ثالث نصيحه مهمه جدا، لو انا عندي مشكله السمنه وتجمع الدهون بدرجه كبيره جدا، لازم احاول اظبط اكلي عشان الدهون دي تبدا تقلم في منطقة الرقبة وبقية الجسم كمان. أبدأ أنظم أكلي وأكل أكلات صحية سليمة، أشرب مية بانتظام 3 لتر مية في اليوم. ورابع حاجة مهمة جدا، أبدأ أخد الأكلات اللي فيها كالسيوم أهتم بيها، أكل البيض وأشرب اللبن وأكل أكلات اللي تحتوي على الكالسيوم عشان أقوي العظام بتاعتي كده. النهاردة الفيديو بتاعنا يكون انتهى عن أقوى 5 تمارين ونصايح هتعالج لنا مشكلة تحدب الرقبة أو بروز الرقبة من الخلف أو الدهون خلف الرقبة. يا رب باذن الله تجيب نتيجه معاكم، وكل واحد جرب التمرين وجاب معاه نتيجه يقول لي في التعليقات، وكمان لو ليكوا اقتراح في اي فيديو جديد باذن الله سيبهولي في التعليقات، وباذن الله ربنا يقدرني واعمله، واي سؤال كمان سيبهولي في التعليقات،
وبإذن الله أجاوب عليه يا رب. دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. كنت معاكم دكتور أحمد مكاوي، دكتور العلاج الطبيعي والتغذية. ما تنساش تفعل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد وإشعار بكل حلقة، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس، وتعمل شير عشان أكبر عدد من الناس يشوف الحلقة ويستفيد. وبإذن الله ألقاكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمة جدا جدا لصحتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.